من أصعب الأشياء اللي بتصير معانا لما نكون ماشيين ويكون في على الأرض لعبة الفك والتركيب وندعس عليها. لا 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 على الألم اللي بيجينا. يا الله كمية الألم، كأن هي دخلت جوا أجرينا كلها دخلت. لا 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 وجع مش طبيعي. بدي أعرف بس مين اللي حطها على الأرض، مين 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 يعني مين؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم، أوجاعك كلها بفيديو واحد. نعم يا جماعة، السلام عليكم، وعدنا في فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم رح نشوف أوجاع مرت بحياتنا ورح نتذكر قديش هي أليمة يا جماعة. أوجاع إحنا ما منحبها بس بتصير معانا، وبتعرفوا إنه لو كبستوا لايك رح تخف الأوجاع بحياتكم، رح يبطل في أوجاع لو كبستوا لايك، فاكبسوا لايك يا جماعة نشوف كم منوصل. واللي مش مشترك يشترك بالقناة، واللي مشترك يفعل جرس التنبيهات. شايفين النسبة؟ في ناس عم بيشوفوني حاليا ومش مشتركين بالقناة. بس شو مستنيين؟ يلا يا جماعة من دون ما نطول يلا نبلش. هيا بنا. لما ندخل الحمام يا جماعة وبدنا يعني نستخدم الكلينكس المحارم، لحظة شو بتقولوا، كلينكس ولا محارم؟ قولولي والله، ولا فاين عادي بالانجلش كمان بتصير بتصير. المهم دخلنا الحمام ولا للأسف فجأة يخلص وينفذ الكلينكس. ولا يا الله على الورطة اللي بتصير، والله انها ورطة. بدي اقعد انادي وانا قاعد على ال قاعد انادي هاي تعالوا ساعدوني انا في ورطة. برد علي واحد بقول لي شو بدك، بقول له بدي كلينكس اعطيني. لازم قبل ما ندخل الحمام نتأكد في كل شي موجود بعدين ندخل. ولما نكون عم ناكل يا جماعة وفجأة بالغلط تدخل شعرة بتمنا، الله 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 على الشي المزعج اللي بيصير. يعني الشعرة تركت كل الاماكن ما حبت إلا تدخل بتمنا، تدخل بمكان تاني وين يعني؟ مش فاهم يعني، ما في إلا تم صح ولا لا؟ آه صح، قصدي لو تدخل بالمنخار بالدان تمام، بس بالتم وأنا عم باكل يعني. يعني هنا أكتر شي بيصير مع البنات لأنه هم شعرهم طويل وكذا. عساس يا مونتي أنت شعرك مش طويل، عساس يا مونتي أنت شعرك قصير، ما أنا شعري طويل كمان. بس انه يعني بتصير 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 عادي 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 عادي. اصعب شيء كمان هاي للمصورين يا جماعه، لما يكون ماسك الكاميرا وماسك العدسه وماسك كل شيء وفجاه توقع العدسه على الارض. يا الله على كميه الالم اللي حاسس فيها المصور. تخيل هو دافع دم قلبه علشان يشتري هاي الكاميرا الغاليه، بعدين فجاه في لحظة وقعت على الأرض، تحطم قلبه، تحطم فؤاد قلبه. ركزوا لي على كلمة فؤاد قلبه، أنا بعرف أتكلم يا جماعة. والله قلبي تحطم واختفى ولا قلبي ضفى والدمع من عيني يسقط مرهفا. ومن الأشياء المزعجة اللي بتصير معانا واللي بتوجعنا يا جماعة لما بدنا نستخدم الشريط اللاصق هذا 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 المنتج المزعج، وبدنا نقعد ندور وين بداية الشريط اللاصق، وين البداية؟ نقعد ندور 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 والله بلفه كله، بلفه 50 مرة ولا بعرف وينه. والله آخر شيء على الضوء بجيب الضوء أشوف موجود. أيوة هي هون. أيوة والمشكلة مش هون، المشكلة لما نلاقي البداية بعدين نجي نسحب وينسحب نص الشريط اللاصق والنص الثاني يضل ملزق بالشريط. ياس الله شكرا والله شكرا والله جد شكرا 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 يعني انا الله ياخذ الساعة اللي جيت فيها يعني ليش ما يكون محترم ويطلع كلهم مرة واحدة؟ ليش لا يتقسموا قسمين، قسم يميني يضل قسم يسار يمشي؟ ليش بطل بدي ألزق شيء؟ خلاص بطل بدي خليها مش ملزقة. هاي كمان بتصير معنا يا جماعة لما بدنا نيجي نستعمل الإبرة والخيط وبدنا نمسك الإبرة، والله الإبرة بتقعد نص ساعة لا تطلع، بتضل على الطاولة ولا بتطلع، بتضل اي ثابتة. هي عم بتقول والله العظيم والله العظيم انا مش تاركة الطاولة، انا والطاولة قصة عشق لن تنتهي. وبيجي الاصبع هو العدو بده يفرقهم عن بعض، وهي ماسكة بالطاولة والطاولة ماسكة فيها. الله على القصة الرومانسية اللي حكيتها انا، والله قصة رومانسية حكيتها، عملتهم متزوجين الابرة والطاولة. والخيط شو وضعه بالعلاقة هاي؟ الخيط هو الخيانة. ولما بدنا نيجي نصب شاي يا جماعة ونصب المي الحارة ونصب بنصب ولا فجأة الظرف يوقع جوا المي الحارة، لا 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 بدنا نجيب معلقة ونقعد نشيل الظرف وكذا وننحرق وقصة والف شغلة. يا اخي انت محلك برا، لما انا اجي اكب المي السخنة انت المفروض تضلك برا، ليش تدخل؟ ليش بدك تحرق نفسك يا ظرف؟ يعني خليك برا، خليك يعني خليك. وانا انا كيف بدي امسك الظرف؟ كيف بدي امسكك؟ كيف ما تدخل جوا يا ابني ما تدخل.
كمان زي ما شايفين لما ناكل بسكوت وشاي او اي شيء مثلا كعك وحليب اي شيء ويوقع البسكوت جوا الشاي، يا الله المشكلة انه بكون الشاي جدا حار سخن واحنا على طول حطيناها وطولنا شوي، فراح يدوب البسكوت وراح يتفتفت ونصير عم نشرب شاي مع بسكوت هيك مع بعض مش شاي لحاله، لا شاي مع بسكوت، ونجيب معلقة ونقعد نشيل وقصة وغلبة، يا الله على كمية الوجع القعدة كلها اختربت يا جماعة، القعدة كلها خربت خلص. أنا كنت مروق جايب بسكوتاتي مع الشياتي عم باكل، او كعكاتي مع حليباتي عم باكل ووقعوا، يا سلام. وبتصير معاكم هاي يا جماعه لما بدنا، هو هاي الطاقيه تبعت البلوزه بكون فيها حبل، هو الحبل لما يدخل لجوا او مثلا بالبنطلون يا جماعه، البنطلون فيه حبلين بيطلعوا صح ولا لا؟ صح. فلو حبل دخل لجوا يا الله على كميه النرفزه اللي بتصير، لا ليش 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 المصانع اللي صنعوا البلوزه ما كان فيهم يعملوا كبسه مثلا او شيء انه يخلوا انه الحبل ما يدخل لجوا؟ ليش بخلوا الحبل يدخل لجوا؟ ليش بخلوا الناس تتنرفز؟ ليش بخلونا نتنرفز؟ ليش؟ لازم نرفع قضيه عليهم، نروح عند القاضي عند بالمحكمه نقول له يا قاضي والله الحبل عم بدخل لجوا والله القاضي يخبطك كف يقول لك اطلع برا المحكمه، اطلع برا والله يا مونتي انت بتضحك يا مونتي، والله بتضحك مش منك قليل والله. يا حسكم بمونتي، كيف ستعيشون من دون مونتي؟ من سوف تحضرون؟ من سوف تضعون له لايك؟ انتوا حاطين لايك من اول فيديو حاطين، انا بعرف يعني. يلا نكمل. ولا كمان لما نفتح علبة لبن او نفتح علبة من هالشغلات يا جماعة، لما نيجي نفتحها زي ما شايفين يعني ما بتنفتح كلها مرة واحدة، لا لازم نفتح اول شيء شوي بعدين نصير في لغوصة، كلمة لغوصة يعني خبيصة انتم فاهمين صح يعني. المهم فبنمسك ونوسخ ايدينا وقصة، واصعب شيء لما نفتح علبة النوتيلا الشوكولاتة، والله يا جماعة هاي صعب نفتحها كلها مرة واحدة، لازم تك 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 على الطرف في كل مكان، وايش في ايش في ايش في ليش 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 المصانع بشددوا علينا؟ ليش كمان؟ نرفع قضية كمان عليهم، نروح عند القاضي نقول له يا قاضي فتحت علبة الشوكولاتة وما فتحت كلها، يقول لي اطلع. كل العالم يتفق انه هذا من اقوى الآلام بالحياة يا جماعة، لما نكون ماشيين والاصبع الصغير يقرر انه بده يخبط بحفة الكرسي ولا حفة الكنباية ولا حفت اي شيء بالباب، الاصبع الصغير هذا اكثر اصبع حساس بالحياه، اكثر اصبع بيوجع بالحياه، يا ريت يخبط الاصبع الكبير، يلا بس الاصبع الكبير ما شاء الله عليه شخصيته قياديه بيستحمل، اما الاصبع الصغير جبان اول ما يخبط بشيء والله بخلي الجسم كله بموت وسبحان الله مع انه هو يا جماعه اصبع صغير بس بياثر بالجسم كله، يا الله كميه الوجع، انتوا انا عارف ان انتوا حاسين بالوجع لانه كلنا جربنا الشعور هذا، واللي ما جرب قوم اخبط اصبعك لا بمزح بس والله يا جماعه هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو، ابتسموا دائما يا جماعه، ابتسموا دائما، خليكم مبسوطين وفرحين، ونراكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، سلام.